الخير مشاهدينا الكرام وكل متابعي سيدتي حياكم الله، واسمحوا لي وان كان طبعا بعد زميلاتي امسي عليكم بالخير، وان شاء الله اتمنى للجميع سنه طيبه سنه خير. طبعا 2013 مر علينا كان عام اكيد في طبعا المسرات وايضا الامور اللي ضايقت، لكن دائما اللي يمر فينا نتعلم منها وتكون طبعا دفعه او بدايه للسنه الجديده. ان شاء الله يا رب جميع الاماني تتحقق للجميع في السنه الجديده 2014. ومشاهدينا قبل ما نتعرف على كيفية وضع الخطط الناجحة لسنة جديدة، خلونا نستعرض أهم الأسماء السعودية اللي كان لها بصمتها في العام 2013. نتابع مشاهدينا. نجحت المرأة السعودية في إثبات نفسها على كافة الأصعدة، وشهد العام الحالي 2013 تفوق ونبوغ المرأة في كثير من المجالات، كما أنها شاركت الرجل في كثير من المناصب القيادية لتثبت جدارتها ليس فقط كزوجة وأم ولكن أيضا على المستوى المهني. وفي هذا الموضوع نعرض نجاحات المرأة السعودية لتكون هذه السنة سنة ذهبية لها بإنجازاتها الساطعة. يعتبر دخول المرأة السعودية مجلس الشورى ومشاركتها بتمثيل النصف الآخر للمجتمع ب30 عضوة وإنهاء الهيمنة الذكورية على التمثيل الحدث الأبرز على ساحة قضايا المرأة السعودية عام 2013. لم يتوقف توسع مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام عند دخولها مجلس الشورى، بل تعداه إلى مزاولتها المحاماة جنبا إلى جنب مع زملائها الذكور في المحاكم، وذلك بعد إصدار رخص مزاولة المهنة لأربع محاميات. يعتبر الترخيص للمحاميات السعوديات مزيدا من الاعتراف بإمكانات المرأة عبر تقدير قدراتها القانونية. بعد نحو 10 أعوام على توقيع الكابتن الطيار هنادي هندي عقد عمل كقائدة طائرة لإحدى الشركات السعودية، حازت عائشة الجعفري أخيرا على رخصتها كأول مرحل جوي من النساء بعد تجاوزها اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني. ويتيح عمل جعفري كمرحل جوي دراسة المعلومات الفنية للرحلة وتجميعها وتجهيزها لكابتن الطائرة قبل الإقلاع. وأيضاً لم يقف توسع مشاركة المرأة السعودية في الحياة العامة عند دخولها مهناً جديدة، بل تجاوزه إلى الحصول على إذن وزارة الداخلية للترخيص رسمياً بافتتاح نوادٍ رياضية نسائية على الأراضي السعودية بعد مضي 10 أعوام على الامتناع. ويعتبر الإذن بمثابة إنجاز للجنس اللطيف السعودي تحقق في عام 2013. لم تبقى السعوديات مكتوفات الأيدي خلال العام المنتهي حيال مسألة القيادة، حيث أطلقت عددا من النساء حملة للمطالبة بالسماح لهن بالاختلاء في مركباتهن على الطرق، وكان لهن تحرك في هذا الاتجاه في 26 أكتوبر وهو الثالث من حملتي 1990 وعام 2011، ما أثار ردود أفعال في المجتمع السعودي تراوحت بين التأييد والرفض. صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم، بالإضافة إلى الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج السعودية للإقامة معها، بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها. ويعتبر هذا القرار حماية للمرأة السعودية من سطوة كفالة الغير على زوجها وأبنائها، ما يحقق الاستقرار للأسرة. أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى الحماية من العنف في مختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء، وتعد المرأة هي الأكثر استفادة من هذا القانون الجديد الذي يمنع كل أشكال العنف الجنسي والبدني. وليستمر العمل على خطة تأنيث المحلات النسائية في مرحلتها الثالثة لضمان حقوق الموظفة وحمايتها من الاستغلال. أخيراً تبقى طموحات المرأة السعودية ومطالباتها مستمرة لترقى بنفسها ومجتمعها من خلال ضمان حقوقها وتأثيرها على الرأي العام، لتطالب في بعض حقوقها للعام القادم 2014، تبدأ من إلغاء اشتراط الوكيل في الأمور المالية للمرأة، حق المرأة في إعطاء جنسيتها إلى أولادها وزوجها إذا تزوجت من غير سعودي، إنشاء هيئات وجمعيات مستقلة لحماية المرأة، وتوفير فرص توظيف للخريجات، والاهتمام بالمتقاعدات، والنظر في قضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب. لبرنامج سيدتي دانا دمدموني.
مشاهدينا استعرضنا من خلال التقرير عدد من الإنجازات اللي قامت بها المرأة السعودية، وذلك طبعا بدعم أكيد من الحكومة بشكل عام، طبعا بقيادة خادم الحرمين، لكن بشكل عام كان هناك عدد من السيدات اللي على الأقل ابتدوا في المبادرة، كان لهم أثر إيجابي في تحريك الجميع، مثل ما شفنا سيدات الآن في مجلس الشورى، كل سيدة حتى موجودة في محل في مكان عام أو في مجمع تجاري لا كل الشكل لأنها تحركت ولأنها أثبتت وجودها، وطبعا العجلة لا تزال مستمرة. مشاهدينا عادة بعد كل مشروع أو خطة الشخص يراجع نفسه ويبدأ في تقييم الذات، لكن بشكل عام اعتدنا أن بداية سنة جديدة إن شاء الله تكون سنة خير هي مرحلة إعادة تقييم للأولويات وأيضا لوضع الأهداف للسنة الجديدة، لكن في كثير من الأحيان لا نتمكن من الإبقاء على هذه العهود لأنفسنا، لمشاهدين أو إيش السبب وكيف نخطط بشكل صحيح وفعلا نوصل للنتائج ونحقق أهدافنا. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الدكتورة ناهد الحنبلي مدربة الحياة واللي حتعرفنا أكثر على الطريقة الصحيحة للتخطيط. مساء الخير دكتورة. مساء النوري، أهلا فيكم. أهلين رنيم، كيفكم؟ أهلا بالمشاهدين. شكرا لك دكتورة. يعني مثل ما ذكرنا عادة الإنسان يكون متحمس ومجموعة كبيرة من المخططات وخلاص بعمل بسوي برتب، بعضها ينجح والبعض الآخر لا، كيف أضع مخطط مع بداية سنة جديدة وبالفعل ألتزم فيه وأوصل إلى نتائج إيجابية؟ طبعا هو في مشكلة جوهرية عندنا دائما في موضوع قضية إدارة الوقت. إحنا قضية إدارة الوقت هي بما بتعني لنا هي إدارة الذات. إذا كان عندك القدرة على إدارة ذاتك بشكل صحيح معناته أنه أنت حتخرج بنتائج إيجابية فعالة. الأشخاص اللي بيخططوا أو بيفكروا بأهداف كثيرة في حياتهم وطموحاتهم وعندهم تفاؤلات كبيرة جدا، ولكن بيجدوا بعد فترة أنه هذه الطموحات وهذه الآمال لم تتحقق، فيعني يحدث نفسه أو يحدث الآخرين أني فكرت وحاولت ولكني فشلت. الحقيقة السبب يكون الرئيسي بأنه لم يضع خطة حقيقية وقرارات حاسمة حقيقية في حياته، ولم يسير على خطوات محددة حتى توصلوا لأهدافه. دائما إحنا بنقول أنه أنت لا تضع أمامك جبل كبير، ولكن ضع تلال صغيرة وحاول أن تتجاوز هذه التلال، ويعني كلما تخطيت درجة انتقلت إلى الدرجة التي تليها. كيف أخطط لهذا الأمر؟ كيف أضع أولوياتي؟ هناك كثير من النظم التي يجب أن يعني أقوم بعملها. أنا في جدول، ما أعرف إذا كان في إمكانية الآن أنه يضعوه على الشاشة. هذا الجدول نتيجة خبراتي، والحقيقة استفدت كثير من كتابات للدكتور عدنان النحوي، وحاولت أني أنا أدمج بعض الأفكار داخل هذا الجدول وعملت منه خطة. الحقيقة هذه خطة حياتي أنا شخصيا، يعني أنا اللي بطبقها في حياتي، وكان من وراءها نتائج إيجابية فعالة جدا في تاريخي. طب إلى أن إن شاء الله نستحضر الجدول، لكن فضل. أحيانا نربط عدم تحقق الأهداف بحسب طبعا علماء النفس أو اللايف كوتشز بأنها ما كانت أهداف واقعية. طب مثلا أي شخص على مستوى الطلاب، يعني الطالب أكيد يخطط لأنه ينجح، هذه أهداف يعني سواء كان بينجح أو هدف واقعي. هدف واقعي، لكن يعني كيف أنا أبعد عن هذه الواقعية ويصير هذا الهدف وإن كان بسيط غير قابل للتطبيق؟ لأنه بيكون أهدافه لا غير قابلة للقياس. والله أنا أريد أن أحفظ القرآن. طيب كيف ستحفظ القرآن؟ أعطيني الخطوات، أعطيني خطوات حقيقية فعالة لحفظ القرآن. مثلا سألتحق لنفرض بدار، سأقوم في خطوات فعالة. أنا أريد مثلا أن أنهي كتاب 500 صفحة. طيب ما هي الخطة؟ هل وضعت لنفسك برنامج أولا يومي، ثم بعدين جدول أسبوعي، ثم إفراغ شهري، كل شهر تفرغ فيه ماذا أنهيت من هذا الكتاب؟ هل وضعت لنفسك توقيت معين يومي لتلاوة مثلا وردك القرآني، لتلاوة مثلا قراءاتك الأخرى؟ أنا أضع لنفسي رتم معين في التوقيت الفلاني عندما أستيقظ مثلا وأنهيت صلاتي وإلى آخره، أبدأ الآن عندي ورد معين من القرآن خلال نصف ساعة. أنت بتتكلم عن نصف ساعة، يعني ليس فقط يعني مو حتى في ضغوطي وانشغالاتي، يعني حتى في قمة ضغوطي وانشغالاتي في خطة معينة وضعتها لنفسي إنه في التوقيت الفلاني في قراءة معينة يجب أن أنهيها. قرأت قرآن اليوم ومع مثلا 5 صفحات سنة وخمس صفحات من كتاب العادة الثامنة لستيفن كوفي. بكرة مثلا 2 صفحات قرآن معها 5 صفحات تفسير معها 5 صفحات أخرى من كتاب إدارة الوقت. واليوم مثلا يوم الاثنين كذا، السبت الأحد الاثنين، خطة كاملة يعني مقسمة. بعض الأشخاص مثلا إذا سوى خطة مثلا بشكل يومي أو على مدى الأسبوع يحس أنه مربوط مؤيد. بعض الأشخاص مثلا ما يحب أنه يكون ملتزم بجدول fixed schedule، يعني جدول واضح. إذا ما وضعت لنفسك نظام وخطة حياتك ضاعت.
لانه انا ممكن افتح يعني انا عندي في عندي اربع يعني في جدول معمول. خلينا مثلا نشوف هنا مع حضرتك اذا الجدول انا طبعا هنا الموجود برضو عندكم بالسلايدات الجدول. انا عندي هنا مثلا خلينا نرفعه بس نشوف اذا في امكانيه بس هو موجود في السلايدات. انا بفضل انه ينعرض بسلايدات اللي هي طبعا مربعات ستيفن كوفي المشهوره. مربعات ستيفن كوفي المربع الأول للأشياء. خلينا نفتح الصفحة اللي بعدها يمكن يكون شوي أوضح، ولكن زي ما قلنا هو موجود في السلايدات. المربع الأول هو بيعبر عن العاجل والمهم جدا. مثلا الآن أنت في لقاء تلفزيوني، هذا عاجل ومهم عليك أن تحسميه لأنه هذا عملك. فهذا عاجل ومهم. اللي بعده هو مهم ولكنه غير عاجل، وهو وضع تخطيط لمشروعي لمشروع ما في حياتي. إذا هذا مهم ولكنه غير عاجل، أستطيع أني أختار الوقت المناسب. عاجل طوارئ، مهم وغير عاجل. نعم. إذا اللي بعده عاجل. اللي بعده عاجل ولكنه غير مهم، يعني عفوا هو مهم ولكنه غير عاجل. كيف يعني؟ يعني مثلا زيارة الأهل، علاقاتي أنا، ارتباطاتي العائلية. المربع الأخير بتكلم عن الوقت الضائع، مكالمة تليفونية مع صديقة، هذا بعتبره أنا وقت ضائع مهدر عندي. لأنه مكالمة تليفونية سواء أنجزتيها أم لم تنجزيها ما رح تغير شيء من حياتك، ممكن تحتمل التأجيل. هلأ الثانية كثير مهمة لأنها بترتبط مثلا بتخطيطك لمشاريعك، بتخطيطك لحياتك. إحنا منقول أي مشروع في الدنيا، هذه قاعدة علمية ثابتة، استهلك 80%. يعني مثلا اجلس 10 ساعات وضع خطة حقيقية جوهرية وبعد ذلك نفذها، ممكن تنفذها بساعتين. يعني مو كل الأشخاص، يعني هل بالضرورة على اللي أوصل للنتائج اللي أنا أبغاها يكون عندي خطة مكتوبة وموضوعة، أو يفترض هي مبرمجة خلاص في دماغنا وخلاص إحنا ماشيين عليها؟ والله الأفضل الواحد يكتب، حتى إحنا بنقول في يوميات بنسميها النوتة اليومية. قبل ما أنام دايرية النوتة يومية، قبل ما أنام أمسك هذه النوتة وأسجل فيها أهم الأعمال التي يجب أن أنجزها في يوم غدا. لعلمك أختي رنيم، اللي بيعمل هذه على الأقل هذه بينجز فعلا، لأنك أنت بتفتحي هذه النوت وبتبدأي تنجزي أعمالك، وعلى الأقل الأشياء اللي أنا اللي أنجزتيها تشطبيها بالضبط. الآن إذا عملتي هذه الخطوة، هذه خطوة إيجابية، وضعتي لنفسك أنه خلال هالأسبوع عندي دفتر دائم، هذا صديقي لو اختفى يعني دمار بالنسبة لي حياتي. لا سمح الله. يعني هذا الدفتر بسجل فيه أهم الإنجازات الأسبوعية، أهم الإنجازات الشهرية. عندي خطة أتمنى أنكم تتمكنوا من عرضها. هذه الخطة اللي هي بنسميها إحنا خطة حياة المسلم الناجح. هذه الخطة بتم فيها تقسيم يوميا ماذا يجب أن أفعل، بعدين خلال أسبوع ماذا يجب أن أنجز، بعد ذلك خلال شهر ماذا يجب أن أنجز، بعد نهاية الشهر الآن بتمسكي هذا الجدول وبتبدأي بأنك أنت تتابعي. مثلا أنا بدأت في الجزء الخامس في القرآن، أين وصلت في قرآني؟ الجزء العاشر أسجل، إذا أنا أنهيت 5 أجزاء متابعة بشكل وهكذا. طيب الآن بعض الأشخاص اسمحي لي، يعني بعض الأشخاص يعني الإنسان أبسودانس، أحيانا يكون متفائل أحيانا يكون محبط، لكن عادة يفترض أن يكون في تفاؤل. كيف نشجع بعض الأشخاص اللي يميلوا على الأقل للتشاؤم، نشجعهم على أنهم يكونوا متفائلين في بداية السنة الجديدة؟ إحنا بنقول له اتخذ لنفسك قرار حاسم، قرر هذا العام قرار حاسم لا رجعة فيه. أنا هذا العام عام 2014 هناك إنجازات محددة يجب أن أنجزها، فكر بهذه النقطة، فكر بهذه اللحظة. بعد ذلك إذا قررت هذا القرار الحاسم فكر ما هي الخطوات، ضع لنفسك رؤية الآن لهذا العام ولخمس أعوام ولعشرين عام قادم. ضع لنفسك رؤية في حياتك. وكيف لا تجعل حياتك هدرا؟ كيف أقتنع أو خلاص أقرر أن هذا القرار يكون حاسم؟ يعني حسب أنت حياتك ماذا تريد. هي رغبة داخلية. رغبة داخلية. فإذا كنت أنت لديك الرغبة الداخلية، في ناس ما عندهم الرغبة، مش موجودة للأسف الشديد، هو مستسلم لكل سلبيات الحياة. فهنا هذا الشخص منقول له تراجع عن هذا الاستسلام وعن هذه السلبية وقرر قرار حاسم. كثيرين من الناس في موقف قرأته، يعني أنا بقرأ في كتاب ستيفن كوفي العادة الثامنة، كتاب حقيقي رائع جدا أنصح الجميع بقراءته. فقرأت قصة هيك حلوة كتير لرجل أعمال قارب على الانهيار، فجاء إليه رجل فقال له هذا شك أنت يعني حياتك، قال إذا لم أحصل على هذا المبلغ الآن من المال ستتدمر جميع أعمالي. فسلموا شك، والشك باسم رجل مشهور جدا، ملياردير مشهور. عندما استلم رجل أعمال هذا الشك
فكر قليلا وقال هذا الشيك هو الذي سيحل مشكلاتي أم لا؟ فوضع الشيك جانبا وقرر أن يقوم بحل جميع مشكلاته دون اللجوء لهذا الشيك. وهذا الرجل طبعا عندما سلم الشيك قال له سألتقي بك بعد عام، رجع له الشيك بعد ذلك. بعد مرور سنة عاد إلى الرجل ليعيد له هذا الشيك، تفاجأ بمجموعة من الأطباء أو الممرضين يمسكوه ويأخذوه، فسألهم من هذا الشخص؟ قال هذا رجل مختل مريض نفسيا ويكتب شيكات باسم رجل أعمال مشهور دائما. يا ساتر. الآن بعد مرور العام هذا الرجل لأنه قرر أنه يحل مشاكله فعلا انتهت مشاكله. إذن هذا قرارك أنت، اتخذ قرارات حاسمة في حياتك وغير حياتك للأفضل. وإن شاء الله تكون قرارات السنة الجديدة كلها إيجابية وكلها نجاح بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة نهاد الحنبلي مدربة حياة، شكرا لك. ومشاهدينا إذن إن شاء الله يا رب تكون سنة 2014 سنة خير على الجميع، إن شاء الله يكون فيها فعلا قرارات. أهم شيء مشاهدينا إذا قررنا أي شيء وإن كان بسيط يكون القرار داخلي، هذا الإصرار هو اللي أكيد بيساعدنا على الوصول إلى الهدف المنشود. إن شاء الله كل أمان الجميع تتحقق مشاهدينا، وتابعونا مشاهدينا سيدتي مستمر لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، بعد 22 عام من الإذاعة تغني لأول مرة على التلفزيون في سيدتي.